تعالوا النهارده نعمل ايس كريم فراوله. بصوا جامد جدا جدا بعد نجاح فيديو بتاع الايس كريم بتاع نبيل. تمام، شكرا جدا. بعد نجاح الفيديو بتاع ايس كريم الموز وعملنا فيه شويه غلطات كده، قلت بقى نكرر هذه التجربه ولكن بالفراوله. كذا حد كتب لي تحت في كومنت يعني اعمل لنا ايس كريم فراوله، فاحنا نعمل ايس كريم الفراوله. هنجيب ايه؟ طيب يا صاحبي مالك؟ طيب هنجيب البتاعه بتاعت الهاند بلندر ونجيب فلوره فراوله. هتجيب البتاعه بتاعت الهاند بلندر وتجيب الفراوله سنة ايه مجمدها سيكا يعني مجمدها. حط بقى ايه الفلوره هنا. فلوره فلوره ايه فراوله فراوله نهار اسود يا نهار اسود. تمام، حطينا الفراوله هنا. اه انا عارف الفيديوهات دي بتبان كده من شكلها. تمام، نجيب شويه ميه. هو فيها هي فيها ميه اصلا، بس احنا ايه نحط شويه ميه كمان بس. والمره اللي فاتت انا ما حطيتش سكر وانتوا قلتوا لي هي كانت طعمها وحش عشان انت ما حطيتش سكر، فهنحط سكر المره دي بقى. ونجيب اللبن. فين اللبن؟ لبن فين؟ ايوه اللبن اهو. اللبن نحط لنا كده ايه حبه حلوين. تمام، ده كده بقى شكلها. نجيب بقى الهاند بلندر. على اذنك بس كده يا زميلي معلش، ونسمع احلى صوت في الدنيا. تمام، ده كده بقى شكلها. نسيب دي كده بقى على جنب خالص. نجيب بقى ايه القالب بتاع الايس كريم بتاعنا. الموضوع بتاع الايس كريم ده سهل جدا جدا اصلا يعني. ونصب. ولا اكادو من فرط الجمال، فرط الجمال اذوبه. تمام، ده كده شكله. هنحطه بقى في الفريزر، ولكن انا بنسى الحوار ده جدا جدا وبسيبه بقى في الفريزر لقرون واسابيع وشهور والكلام ده. فانا نازل دلوقتي ستوري على انستجرام بقول فيها ان انتوا فكروني ان انا اعمل الفيديو ده عشان انا بنسى والله العظيم. فهعمل دلوقتي ستوري وهنحطها في الثلاجه، وبعد ما اطلعها بعد ما افتكر طبعا ان انا حاطط اصلا حاجه في الثلاجه يكلموني فاطلعها وهكمل الفيديو ونشوف طعمها بعمل ازاي. يلا بينا. السلام عليكم يا زميلي. بص عشان بس انا هنسى، انا بعمل فيديو دلوقتي يعني بعمل الفيديوهات في رمضان وكده يعني عشان بجهز لرمضان والكلام ده. فانا بعمل فيديو دلوقتي ايس كريم فراوله، فانا دلوقتي هحطها في الفريزر. انا واحد بنسى الحاجات دي جدا وبفتكر بقى بعد شهور وقرون واسابيع والشغل ده. فانا عايزك بكره ان شاء الله او بعد بكره تفكرني تقول لي يا كريم هات اللي في الفريزر، وانا هفتكر على طول وهكمل الفيديو عشان الفيديو انا دلوقتي هحطه في الفريزر لحد ما تجمد وبعد كده هرجعها ويعني هدوقها بقى وكده ونكمل الفيديو مع بعضينا. فبكره وبعد بكره اكتب لي كومنت او اكتب لي مسج قول لي هات اللي في الفريزر يا كريم عشان افتكر. يلا بينا. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ايه يا جدعان ده يا جدعان؟ في ناس من امبارح هاريني بقى مسجات يا هات اللي في الفريزر يا كريم، يا كريم اللي في الفريزر يا كريم. خلاص خلاص يا جدعان جبته. نفتح بس النور، احنا كنا فاتحين نور ايه اصلا؟ والله ما فاكر. نفتح ده، خلينا ده حلو ده. طلعناها من الفريزر بعد يوم واحد بس، وده انجاز اصلا. شكرا جدا جدا لكل اللي بعت لي طلع الحاجه من فريزر يا كريم، بقى طلب جمهوري. خلاص طلعنا الحاجه اهو من الفريزر، تعالوا نفتح كده ونشوف. هي اصلا شكلها حلو قوي قوي، شكلها كيوت جدا جدا. ده شكلها ريحتها فراوله حلوه قوي قوي. تعالوا ندوق. بسم الله. اوه بوم، طعمها جامد قوي. طعم الفراوله باين قوي قوي، وكمان السكر اللي احنا حطينا عليه كمان عامل شغل. لا جامده، ايس كريم فراوله جامد جدا جدا. جربوا ايس كريم الفراوله في البيت مش هتندموا. واكتب لي تحت في الكومنت عايزني اعمل لك ايس كريم ايه تاني. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 فار وقت. طعمها حلو قوي. وي كالعادة دوس يا كوتش. سلام عليكم.